الخير كل مشاهدي قناة ميسات وحلقة جديدة من برنامجكم نبض مصر. حلقتنا النهاردة بنتابع فيها تطورات الأحداث على مستوى الشارع المصري. والنهاردة لو فكرنا نلخص اللي بيحصل في مصر في شكل عناوين سريعة هنلاقي أن المجلس القومي للسكان كشف عن كارثة هي أن 40% من ذوي المؤهلات الجامعية أو فوق الجامعية متعطلون ما بيشتغلوش، وحوالي ثلث الشعب المصري في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر أميون، وثلث الأسر المصرية تعيش في مساكن تفتقر إلى الصرف الصحي، وتبلغ نسبة الشباب والنشأ من 10 إلى 29 سنة الذين ليس لديهم تأمين صحي 57%، وتصل إلى 87% للشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة. ويمكن ده يخلينا ندق ناقوس الخطر. تعالوا على الجانب السياسي، وإن كان الخبر اللي فات لصيق الصلة بالسياسة، لكن خلونا نقول إن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أعلن إن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 يبلغ 820.1 مليار جنيه. نشوف مع بعض تقرير. للتعرف على الموازنة العامة للدولة وخطة وزير المالية لخفض الدين العام، يعقد مجلس الشورى اليوم جلسة برئاسة المستشار أحمد فهمي للاستماع إلى البيان المالي للدكتور مرسي حجازي وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، وأيضا لبيان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية. ونشير بشكل مختصر لأهم الإجراءات الإصلاحية المختلفة على جانبي الإيرادات والمصروفات. أولاً، الإجراءات على جانب الإيرادات. واحد، الضرائب على الدخل. تتمثل أهم هذه الإجراءات فيما يلي: واحد، إلزام شركات السجائر بتطبيق منظومة البند رول اللي هو الطابع الدمغة يعني للسيطرة على التهريب وتسريب موارد الدولة، حيث هذا يقلل من الحصيلة الضريبية على الدخان. زيادة فاعلية الضريبة من خلال تجريم عدم إصدار الفاتورة الضريبية على المهن الحرة وغيرها من الأنشطة. ثلاثة، رفع حد الإعفاء الشخصي للمرتبات المحلية بنحو 3000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه، وتحديد التوقيت التطبيق بأكتوبر 2013. المجلس في جلساته التي تستمر على مدى يومين يناقش عدة تقارير، أهمها تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون المالية ولجنة الشؤون الدستورية عن مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم تعديله بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 لأخذ الرأي على باقي مواد مشروع القانون، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التنمية البشرية ومكتب لجنة الشؤون المالية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاق الإطاري الموقع في القاهرة في 20 يناير عام 2013 بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، وأيضا تقرير حول قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي. من جانبه أكد دكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري أنه لا يجوز أن يناقش مجلس الشورى الموازنة أو يقرها بأي صورة من الصور، وطالب أن يتم العمل بالموازنة القديمة التزاما بالدستور. كمان أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوة التي تطالب بإجراء استفتاء عام لحل جماعة الأخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية لمدة 4 سنوات لجلسة 8 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. لو فكرنا نروح نستطلع أخبار مؤسسة الرئاسة، فالدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد السيد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية عقدت جلسة عمل النهاردة بمقر رئاسة الجمهورية، بحثت فيها الخطوات التنفيذية عشان يتم تفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، وده طبعا تنفيذا لقرار السيد الرئيس محمد مرسي
والنهاردة الجلسة شارك فيها ممثلون عن الأزهر الشريف والكنائس المصرية والأحزاب السياسية والقوى المدنية. هذا المجلس أنشئ بقرار ولكن لم يتم تفعيله حتى صدرت توجيهات السيد الرئيس بإعادة تفعيل هذا المجلس. وأمام حضراتكم أيضا ورقة عمل أولية، الحقيقة ده تجميع لمقترحات الجهات والمبادرات المهتمة بهذا الموضوع، حاولنا نقحها بشكل متكامل بحيث ده تكون تصور أولي كيف يمكن أن نفعل هذا المجلس. لذلك مناقشات حضراتكم النهاردة هتدور حول محاور وسبل التفعيل، من حيث معايير العضوية، آليات وأدوات الحركة، كيف يمكن ربط هذا المجلس بالأجهزة الرسمية في الدولة، وكيف يمكن ربط هذا المجلس أيضا بكيانات وهيئات لها خبرة طويلة ولها دور مؤثر في اللم الشمل الوطني وفي دعم الوحدة الوطنية ومفهوم الوطنة، مثل طبعا جهود بيت العائلة. فأعتقد أن كل دي محاور مهمة، حضراتكم مطالبين أن نسمع مقترحاتكم، والهدف أن احنا في نهاية هذا اللقاء نصيغ مجموعة توصيات تقدم تصور شبه يعني متكامل وتفصيلي، نستطيع أن بالتنسيق طبعا مع مجلس الوزراء، باعتبار مجلس الوزراء يعني هو الجهة المنوط بها وتنفيذ يعني كل ما يتعلق بهذا المجلس والذي يتبعها المجلس في المقام الأول. ولذلك هنا مؤسسة الرئاسة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ويسعدنا تشريف سيادة السفير علاء الحديدي معنا النهاردة، على اعتبار ان احنا بنتكلم هنا على تكامل السلطة التنفيذية لتفعيل هذا المجلس بالأخذ بآرائكم ومقترحاتكم. كي أنا في رأيي كيف نقدم نموذج لمجلس جديد، طريقة عمله، مجالات اهتمامه، معايير العضوية فيه، طموحاته وأماله، ألياته، كلها نابعة من آراء حضراتكم، وحضراتكم تمثلون أهم التيارات السياسية والقوى السياسية الموجودة في مصر. عموما احنا هنناقش المشهد العام في مصر النهارده مع ضيوفنا في الاستوديو. يشرفنا ان يكون معنا الكاتبه الصحفيه الاستاذه نور الهدى زكي، عضو بحركه مصريات مع التغيير وعضو مؤسس بحزب الدستور. اهلا بيكي استاذه نور. كما يشرفنا ايضا وجود الاستاذه نيفين ملك، المحاميه وامين المراه بحزب الوسط قطاع شمال القاهره ومقرر لجنه المواطنه وحقوق الانسان بالحزب. اهلا بيكي استاذه نيفين. في البداية يعني هبدأ أستاذة نيفين، مستقبل الحوار الوطني في ظل جبهتي الضمير والإنقاذ. يعني أنا عايزة أبتدي بداية تفاؤلية وأقول لك أنا النهاردة تعليقا على التقرير اللي تم إذاعته من قليل، أنا كنت موجودة في المجلس القومي للعدالة والمساواة وحضرت الحوار، وكان شبه يعني حوار مجتمعي رائع، ضم يعني عايزة أقول لحياتك تقريبا معظم الكيانات الموجودة من أحزاب ومن مؤسسات ومن الأزهر ومن ممثلي الكنائس بطوائفها. فعلا كلنا فتحنا قلوبنا وكلنا ناقشنا قضايا الوطن، قضايا العدالة والمساواة، وإزاي إن إحنا نبني مصر الجديدة، والكل عنده طاقة أمل وطاقة عمل، والكل بيمد إيده وبيتصارح، وكان في ناس كتير يعني بتقول كل حاجة بمنتهى الشفافية والصراحة. يعني الناس كانت حابة إنها تخرج من الحوار ده بفايدة وبفاعلية ومعالجة جديدة، والكل كان فاتح قلبه بيتكلم بمنتهى الصراحة، حتى لو الصراحة دي ممكن تضايق كل الناس، بس احنا طلبنا ده. يعني قلنا لازم نحط بقى ايدينا على الأخطاء والخطايا اللي كانت بتحصل طول الوقت، عايزين نأسس لكيانات فعالة وفاعلة، عايزين المجلس القومي للعدالة والمساواة يبقى مجلس قومي حقيقي لعدالة حقيقية ولمساواة ودولة المواطنة الحقيقية، عايزين نبني جسور ثقة،
عايزين المجلس ده يكون مجلس له استقلال، ما يكونش تابع لأي جهة تنفيذية، علشان يبقى قراره هو يعني يبقى في سيادة للقرار بعيدا عن أي ضغط لأي مؤسسة تنفيذية. هو سيادتك كل التيارات السياسية كانت موجودة ولا البعض منها؟ يعني معظم التيارات كانت موجودة وكانت ممثلة، وكان كمان الفكرة أبعد من بس تيارات سياسية، لأن كلنا دخلنا المجلس وإحنا خالعين عباءتنا السياسية، وكان ده الهدف الأول. تمام. عشان نلتقي، لأن طول ما كل واحد بيستقطب سياسيا الموضوع بينتهي في النهاية لفشل ذريع واستقطاب سياسي واستقطاب حاد، ده اللي بيقسمنا. فإحنا في كلنا مصريين، في النهاية كلنا مصريين، ولما يبقى بيجمعنا الوطن والمواطنة بنلاقي أن القضية أكبر كتير قوي من أيديولوجياتنا ومن أحزابنا ومن اختلافاتنا. فالنهاردة كان شيء يدعو إلى التفاؤل، ومؤسسة الرئاسة كانت حريصة انها تبعت لنا رسالة احنا بنستضيفكم، لان ما كانش في مكان، احنا لسه عايزين نفعل وعايزين نشكل لسه المجلس، وكنا حلقة نقاشية حوالين المجلس وكيفية تفعيله وازاي يتوجد له مكان وآليات عمله. يعني اقدر اقول ان استاذة نيفين متفائلة جدا. تمام، اشوف استاذة نور. يعني هو السؤال كان حوالين مستقبل الحوار الوطني ما بين جبهة الأنقاذ وجبهة الضمير. هو وضع الاثنين قصاد بعض لا يصح وليس من السلامة بمكان. ليه؟ لأن جبهة الأنقاذ هي تكوين معارض بيضم كافة أطياف المعارضة السياسية في مصر، وجبهة الضمير هي تكوين كرتوني مصنوع سمي بجبهة الضمير واختار هذا الاسم الأخلاقي ليعبر عن كيان لا وجود للأخلاق في السياسة. كويس؟ فجبهة الضمير صنعت من أجل أن تكون معارضة كرتونية. لا بس خليني أسأل سيادتك، يعني هو إيه معايير الضمير؟ ما بالضبط، ما أنت ناسك من معايير الضمير. فهنا عندما نتكلم على شيء سياسي لا يصح ولا يليق ان احنا نحط الفاظ اخلاقيه، خصوصا لما نكتشف بعد شويه انه لا ضمير. كويس؟ لان اذا في سلطه وفي حكومه وفي حزب بيحكم، فلما تخلق لي معارضه علشان تعارضك بشكل كرتوني وبشكل مصنوع وبشكل خادع وبشكل كاذب، وهي تنتمي إلى كل من كل تجمع كل الموالين للإخوان والذين ينتظرون في سلم من أجل الحصول على المزايا والمناصب واوا، ويكونوا مستودع للمناصب اللي جاية، فما تقوليش جبهة الضمير. أنا شخصيا بسميها جبهة انعدام الضمير. كويس؟ بصرف النظر بقى عن أني رفض التسمية الأخلاقية نفسها. جبهة الإنقاذ شيء تاني. جبهة الإنقاذ هي توليفة من الكيانات السياسية المعارضة والتي تعلي استمرار مبادئ الثورة. جبهة الضمير دي قصة تانية اللي أنا قلت لك عليها من شوية، هذه واحدة. أما الثانية فتتعلق بما سمي المجلس القومي للعدالة والمساواة. هذه أكذوبة أخرى وتراك آخر من أجل الهروب من القضايا والمشكلة والكارثة الحقيقية التي نعيشها النهاردة، وهي أن الثورة اتسرقت والثورة اتخطفت، والثوار إما مصابين إما في المحاكم إما في السجون إما محبطين إما مطاردون في الشوارع إما بيتقتلوا وبيتساح دمهم على الأرض. هذه هي الثورة. فلما عندما يتم الإعلان عن تشكيلات كاذبة وخادعة وبلا حيلة وبلا قيمة، يبقى المقصود منها حرف انتباه هذا الشعب وإنهاكه واستنزاف طاقته في أشكال أخرى خادعة. وأنا بقول لك هو يا أستاذ عادل إن هذا المجلس القومي للعدالة والمساواة مآله إلى لا شيء، إلى الفراغ. هيحصل المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي رئيسه الغرياني الإخواني، وهيحصل
مجلس العيلة اللي محدش بيسمع عنه حاجة، هذه كلها كيانات كاذبة ومصنوعة وخادعة وسوف تنتهي إلى لا شيء. الشيء الوحيد الحقيقي أن هذه الثورة ومبادئ هذه الثورة في العيش وفي الحرية وفي الكرامة وفي العدالة الاجتماعية لم تتحقق. الشيء الوحيد الحقيقي أن جماعة الإخوان وتنظيمها السري وحزبها المعلن في ورئيسها الذي يمثل مندوب التنظيم السري ومندوب مكتب الإرشاد في قصر الاتحادية قد فشلت فشل ذريع. الشيء الوحيد الحقيقي أن هذا الشعب مصاب الآن بالإحباط ومصاب بالحزن، والنهاردة بتلاقي ناس تقول لك فين أيام مبارك، مبارك اللي احنا صرنا عليه وخلعناه، احنا النهاردة في ناس بتقول لك فين أيامه. طيب. لأن الناس النهاردة مهددة في كل شيء. أنا قدامي وجهتين نظر، وجهة نظر متفائلة ووجهة نظر أنا مش متشائمة. أنا اسمع أرد عليها بس عشان يعني هي أكالت لنا الاتهامات. أنا معلش أنا بس عايزة أوضح حاجة بسيطة، يعني لازم أرد لل يعني إيه لا بحكم لازم انكسار الثورة تاريخيا. خليني أرد كمان، نكون دلوقتي في مرحلة انكسار، لكن بحكم المقاومة وبحكم عجلة التاريخ وبحكم إصرار المصريين اللي خرجوا علشان ثورتهم أنا متفائلة وهندفع ثمن أكبر. يمكن إحنا بنقاوم، إحنا زينا زي المحتلين النهاردة، مصر وقعت تحت الاحتلال والاحتلال بيستلزم المقاومة، والمقاومة هتبقى في كل شيء، هتلاقي القضاة بيقاوموا وهتلاقي الطلاب بيقاوموا وهتلاقي الستات بيقاوموا وهتلاقي الجيش هيقاوم وهتلاقي الأزهر بيقاوم وهتلاقي الكنيسة بتقاوم. هذا المجتمع المصري بكل فئاته وبكل تكويناته في حالة مقاومة النهاردة، احنا مستنفرين من اجل المقاومة. هندفع ثمن قد ايه؟ ربك يعلم. احنا هنقاوم، احنا محتلين هذا الاحتلال اللي انا بقول عليه انه اخطر من الاحتلال الصهيوني، لان الاحتلال الصهيوني واضح ومكشوف وظاهر وبيحتل جزء من ارضك، كان بيحتل جزء من ارضك وبيحتل جزء من وطنك اللي هو فلسطين، لكن هذا الاحتلال بيحتل ثقافتك وبيحتل هويتك وبيحتل حلمك وبيحتل ثورتك وبيكذب عليك كل وقت، هذا هو الاحتلال الأخطر. طيب هسمع رأي أستاذة نيفين. طبعا أنا بأسف جدا جدا لمستوى يعني الحوار اللي هو ما هو إلا يعني خلي بالك بلاش كلمة مستوى دي، لا بلاش مستوى، بلاش تقطعي، لا بلاش مستوى، استخدمي ألفاظ صحيحة، كلمة مستوى لا تليق، أنا ما قلتش على مستوى حاجة، أنا سمعت حضرتك كلمة مستواكي لا، خلي بالك بتنعتيني بالكذب وبقلة الضمير، خلي بالك كلمة مستوى لا، بتنعتينا بكل الألفاظ وكنت من ما تقوليش مستوى، يعني كنت واسعة الصدر وتحملت كل تلك يعني الاتهامات. لا انا بس بلاحظ يعني انا عايز احط نقطه نظام حضرتك، طبعا انا اسمعك للاخر حضرتك، خلي بالك ما تستخدميش يعني حضرتك اتكلمتي وانا ما قاطعتكيش. طيب وقلت كل حاجه، اسمحي لي ان انا ارد عليك نظرك، يعني خلينا بس بهدوء، احنا مش جايين نتخانق يا فندم، هي مش خناقه. هسمع استاذه نبيل وهرجع لك، خلي بالك بس، وهرجع هي مش خناقه يا فندم، انا بسجل، انا بقول لحضرتك هي دي للأسف جماعة من المعارضة اللي هي بتدي نفسها قيمة أكبر من قيمتها كتير قوي قوي في الشارع، وأوجدت لنفسها مكانة إعلامية مبنية على تواجدها كأشخاص في القنوات الإعلامية أكثر من تواجد حقيقي. يعني أنا عايزة أقول إن هي نعتتنا بالكذب وبقلة الضمير وان احنا مستودع لمعارضة كرتونية وي وي وي، رغم ان هي لو انا عايزة اقول لها ان انت لو عايزين نبعد عن الشخص انا استاذة نيفين. إيه طب ما هو ده حصل يا فندم، ده حصل وده توجه لنا وان احنا كذابين وان احنا ما عندناش ضمير وي وي، فهو انا عايزة اقول هي الاستاذة اوكي ما احنا مكون من الجبهة دي، ما تخليناش نضحك على بعض بالالفاظ. هي قالت جبهة الانقاذ وجبهة الضمير، انا اسفه هو مش مصر هي جبهة الانقاذ ولا جبهة الضمير، احنا كجبهة الضمير احنا ما الا مجموعة من الناس المصريين العاديين خالص كوننا الجبهة دي بمسمى جبهة الضمير اللي هو له دلالة ومدلوله ان احنا بنعمل اصوات ضميرنا
اللي هي نابعه من كنا مصريين فقط دون تحزبات ودون اتجاهات حزبية ودون مصالح. الكلام ده كله مش مظبوط. احنا بنعلي قيمة الضمير فعلا، لان احنا دايما بنقول يا جماعة تعالوا، السياسة مش معناها زي ما هي بتقول السياسة بدون ضمير. لا يا فندم، المصطلح ده غلط وخطأ. السياسة كلها ضمير وكلها أخلاق. سيادتك معايير الضمير مختلفة يا فندم، معايير الضمير مختلفة، لكن الثوابت الوطنية والمعايير الأخلاقية لا يختلف عليها اثنان يا فندم. هي دي المشكلة، في لبس كبير، في لبس كبير في السياسة. لما تتجرد من الأخلاق بيتحول الصراع إلى صراع أهل الغابة وصراع غير إنساني، وده اللي احنا واقعين فيه، وده الإشكالية الكبيرة اللي موجود فيها المجتمع. احنا ناس بنقول لا يا جماعة، السياسة فيها أخلاق وفيها ضمير، وعلشان الضمير ده موجود احنا بنعلي قيمة الضمير وقيمة الثوابت الوطنية دون شيء آخر. قالت لي جبهة الإنقاذ هي الجبهة اللي بتمثل المعارضة. لا يا فندم، المعارضة ليها أطياف كتيرة جدا، مش بس هي جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ اللي ما قدمت لناش أي شيء على الأرض إلا زي ما بقول لحضرتك، ليها شوية أشخاص بيبقوا موجودين في القنوات الفضائية، فيهم شوية ناس ساقطين انتخابات، يعني هو عايش دور الرئيس اللي ما نجحش ولسه مش عايز ينطلق من الفكرة دي ويتقبل انه هو ما قدرش ينجح في الانتخابات. هو كل امل وحياته ان تتعاد انتخابات الرئاسة تاني، ويبقى على امل بتدخل مؤسسة ما علشان تجيب ده او ما تجيبش ده، دونما النظر الى ان كان تم فيه عملية انتخابية شرعية، وتم فيه نظام موجود بشرعية وشرعية صندوق ورئيس قائم بشرعية وما نقدرش نشكك فيها. وهم مش قادرين يتقبلوا الفكرة دي، فهم دايما عندهم الإشكالية دي. في حين انك تعالى قدم لي انت تواجدك ايه، قدمت ايه لمجتمعك، الا اكاونت على تويتر ولا الا شوية خطابات ثورية لشباب، ان انا بحاول ان انا طول الوقت أخليهم في قمة الصراع النفسي مع نفسهم ومع الآخر، وكمان لما الصراع ده يتنامى إلى العنف أجي أنا كقدوة وكناس من كبار قوي سنا، يعني أجي أقول إيه، لأ الشباب عندهم حق لما يحرقوا، والشباب عندهم حق لما مش عارفة إيه، وأغطي العنف بغطاء سياسي يودي ويهلك المجتمع. هو ده اللي احنا بناخده من جبهة الإنقاذ، ليس إلا يا فندم. طيب أستاذة نور، المجلس الوطني للحرية والمساواة، المجلس القومي للعدالة والمساواة، للعدالة والمساواة، آسف، سيادتك شايفاه ازاي؟ شايفاه ان هو لا شيء، شيء نكرة كده، تكوين بتعمله يعني بيعمله هل مندوب، هو بيعمله هل هو دوره سيادتك انه هيحل على ارض الواقع حاجة، ولا ديكور؟ شوف يا استاذ عادل، ده تكوين بيعملوا مندوبين مكتب الإرشاد في الاتحادية، وبيجمعوا مجموعة من البشر وبيقعدون مع بعض وبيكلموا كلام ليس له علاقة بالواقع. هذا المجلس سوف يحصل ما سبقه، سواء القومي لحقوق الإنسان أو العيلة أو معرفش إيه، كلها تسميات سموها هذا لا ينفي أن في شخصيات محترمة وتسميات سوف تنتهي إلى لا شيء لسبب بسيط جداً، لأن بصلة هذا النظام غائبة. وغائبة يعني إيه؟ يعني هذا النظام وقد جاءته الفرصة التاريخية ليصل بعد حاجة وثمانين سنة إلى حكم مصر اللي هي ضرة الوطن العربي، اللي هي قلب الوطن العربي، اللي هي مصر القوية يبقى الوطن العربي قوي وراها، مصر الضعيفة يقع الوطن العربي وراها. فعندما جاءته الفرصة، لأن الخلل خلل في التفكير، المشكلة في العقل، المشكلة في الدماغ، ما فهمش يعني إيه إنه بيحكم أكبر دولة عربية، ما فهمش يعني إيه إزاي ينسلخ من هذا التنظيم السري وهذه الجماعة وهذا المكتب الإرشاد وهذه الشخصيات القبيحة المنفرة، وإنه يحكم مصر وكانت هتبقى فرصته التاريخية لكي يتسيد الوطن العربي، لكنه جاء لكي يتمكن ولكي ينتقم، ها، بلا مشروع وبلا هوية وبكثير من الخلل الفكري. كويس،
فكل اللي بيطلع منه ها جبهة مجلس معرفش القومي الايه العدالة والايه ولا ايه ولا القومي ولا العيلة ولا مش العيلة، دي كلها حاجات علشان تحرف اهتمام المصريين عن ان احنا هنعمل مجالس زي نظام مبارك بالظبط لما كان بيعمل كل يوم مجلس كويس، ومع ذلك المواطن مقهور والثوار مقموعين والقوى السياسية دايرة الأمل بتضيق قدامها، واحنا في أزمة، احنا في أزمة كبيرة، المجتمع المصري في أزمة كبيرة، المعارضة السياسية في أزمة كبيرة، هم كمان في أزمة كبيرة، هم أزمتهم أكبر من أزمتنا. عارف ليه؟ لأن هم زي اللي استولى على السرقة ومش عارف يحافظ عليها، زي اللي خطف الخطفة وعنده مشكلة في الحفاظ عليها، لأنك يعني هي دي المشكلة الحقيقية أنه مش عارف يحافظ عليها. سيادتك بس أروح للأستاذة نيفين، هل أثناء الجلسة النهاردة تم مناقشة أحداث الكاتدرائية والخصوص؟ إحنا النهاردة كانت الجلسة للمجلس القومي للعدالة والمساواة لتفعيل المجلس، إحنا يعني ما تمش التطرق إلى قضايا بعينها. بس المجلس ده أنشئ على خلفية علشان لا ما أنشئش على الخلفية دي، هو أنشئ بقرار وزاري وسيادة الرئيس فعله على إحنا اتفعل برافو عليك، هي المسج موجودة بالضبط إن هو اتفعل يعني بالتوازي مع الأحداث اللي إحنا مرينا بيها وكانت آخرها الخصوص. أنا بس عايزة أرد على إن الأستاذة طبعا كالعادة في الاستباقية وإصدار الأحكام المسبقة اللي هي بتمثل منتهى الظلم لمصر ومنتهى الظلم للوطن، إن أنا دايما أستبق الأحداث ودايما أستبق الأحكام. يعني أنا دلوقتي شايفة إن التجمع بتاع المجلس القومي للعدالة والمساواة والنماذج الوطنية الرائعة اللي كانت موجودة والتي لا يختلف عليها اثنان، قامات وطنية مشهود لها بالنزاهة وبالمواطنة والوطنية، أصحاب فعلا فكر وطني بناء، تجمع الناس دي كلها والناس بتقول نبتدي، تعالوا نبتدي نبني بلدنا من جديد، تعالوا بالزخم الثوري علشان مصر الجديدة، علشان يبقى فيه تغيير حقيقي، تعالوا نشوف المشاكل جذورها ايه ونفعل ده، تعالوا نستقل عن مؤسسة الرئاسة ويبقى لنا الضمانات ان احنا نكون بيها مجالس ضغطة وصاحبة قرار وصاحبة سيادة. يعني نفعل الكلام ده على أرض الواقع، عايزين نفعل ده ونفعل ده على أعلى المستويات، دي إرادة سياسية واضحة ومسج رسالة مبعوثة لده. اقوم انا مسبقا اقول لا والله وانا قاعده في بيتنا، يعني انا قاعده في بيتنا كده وبتسلع قدام التلفزيون واقول ايه بدل ما اتعب نفسي ده ما قالوا ولا ده العدم ده هم كل اللي بيعملوهم ده كلام فارغ. الايام هتثبت يا استاذ يعني مين. وبعدين يعني وبعدين لما كل شيء يبقى بوادر امل للمجتمع وكل شيء يدعو إلى إعادة بناء المجتمع والمصالحة الوطنية أقوم أنا أقوده علشان أنا عندي اتجاه سياسي محدد، ده من الظلم، هنفترض ده ظلم كبير. هنفترض حسن النية. ومعانا أستاذة هالة من القاهرة. ألو الخير عليكم. مساء الخير يا فندم. أنا بحييك أستاذ عادل على كل حلقة بتقدم لنا الجديد وبحيي. شكرا يا فندم. أنا بس عايزة أقول نقطة كده وعايزة أسأل سؤال. تفضلي. انا عايزه اترجم بعض النقاط الهامه قوي اللي احنا عايشينها دلوقتي على ارض الواقع فعلا، ان احنا المصريين اصحاب البلد دي بنتاخد لمعارك جانبيه. خلونا بقى نتكلم بقى ايه من الاخر زي ما بيقولوا، المعارك الجانبيه اللي احنا بنتاخد ليها ملهاش اي علاقه بلقمه العيش للشخص اللي بيصحى الصبح يسعى على اكل عيش زي ما بيقول. احنا عارفين ان مجتمعنا فيه طبقتين، طبقه او كذا طبقات من المجتمع مختلفين، في طبقات متوسطه في الفوق المتوسطه، في طبقه فقيره، في طبقه تحت خط الفقر. احنا عايزين نقابل كل الواقع اللي احنا عايشينه فعلا، او الناس اللي عايشه مع الناس في الشارع او في اي اماكن جوه البلد دي، بان احنا نواجه بقى نواجه مشكلتنا الحقيقية. احنا شايفين ان الحقيقة اللي احنا عايشينها ان حكومة الدكتور هشام قنديل بدل ما تحط ده في مرتبتها الاولى
او تفعيل مثلا ثقافه الحوار في هذا الامر بالذات، او مواجهه الاعتصامات او الاحتجاجات او احنا شايفين ترجمه الحريه دلوقتي ان احنا بنشوف اراقة دماء شهداء ابرياء. طب بنشوف ترجمه العداله ايه؟ احنا بنشوف ترجمه العداله بان عداله اجتماعيه مفقوده تماما او شبه معدومه. لا هي معدومه خالص بقى. طب سواء حريه احنا بنشوف ترجمتها حاجه تانية، وبنشوف العداله الاجتماعيه بوجهه نظر تانية خالص عمرنا ما شفناها بالمنظر ده، بل بتزيد. طب ازاي الشعب ده وصل للمرحله دي؟ انا بس عايزه اكد على تصريح قاله او هاكد عليه تاني، انا سمعته من تصريحات حضرتك معايا. معاكي يا فندم. من تصريحات الدكتور الرئيس مرسي. تعلي صوتك لو سمحتي شويه. الرئيس محمد مرسي اعلن فيها انه ليس هناك ما يعرف بثوره الجياع في مصر. طب انا عايزه حد يرد عليا دلوقتي ازاي مصر مش هتواجه ثوره الجياع دي بعد شهرين اتنين؟ نعدي ابريل ونعدي مايو، احنا لو الطبقه المتوسطه فوق المتوسطه ودلوقتي بقت الطبقه تحت المتوسطه، الطبقه الفقيره بقت تحت خط الفقر. انا عايز اقول بس رساله صغيره قوي لحكومه الدكتور هشام قنديل والرئيس الجمهوريه محمد مرسي، عايز اقول له انها تبقى اكبر اهانه لشعبك انه ما يلاقيش ياكل. يعني ما فيش انا اكبر من كده. بدل ما احنا نحافظ على صورتنا قدام العالم، لا انا بقول للكل انه من فضلكم من فضل حضراتكم تحافظوا على صورتكم قدام ربنا امام الله. سؤالي بقى هنا، منين نبدا حل المشكله اللي في ناس حاسين بيها؟ في ناس حكومه فعلا حاسين بده، وفي الاغلبيه مش حاسين بده بدليل احنا شفنا اللي فاتت سلبيات كتير. لا بقى فول ستوب ومن اول السطر. احنا هنبدا منين؟ احنا شايفين وزراء بينسقوا بينهم وبعضهم البعض لمواجهه بطاله او دعم، تقديم دعم او تامين بطاله او قيام حصر. حتى احنا كنا زمان بنشوف يا استاذ عادل احصائيات حصر العشوائيات. احنا داخلين في منحدر هيدخلنا لفين؟ طب والناس اللي ممكن تقدم على ثوره جياع بحقه حقيقي؟ احنا مش خايفين من الطبقات سواقين الميكروباصات، مش خايفين من المزارعين اللي بيعوزوا سولار علشان المكن بتاعهم يلاقوا بيه زراعه ويزرعوا ويلاقوا اكل عيش ياكلوا؟ احنا مش خايفين من كل الطبقات دي تقوم مره واحده على الحكومه وتقوم مره واحده على البلد تعمل ايه؟ احنا برضو نفكر بقى شويه بقى ايه؟ نجيب من الاخر زي ما بيقولوا ونشوف ازاي نواجه ده خلال شهرين ابريل ومايو. عندنا شهرين ازاي نواجه فيهم حل المشكله دي. بشكرك استاذ عادل. بشكرك استاذه هاله. شكرا استاذه هاله من القاهره. ويا ريت اسمع اجابه. ميرسي. شكرا ليك يا فندم. باي باي. حقيقه يعني استاذه هاله طرحت كذا تساؤل اتجاه الشارع. هي بتطرح رؤية الإنسان البسيط المصري المهموم بلقمة عيشه بأكل. طيب. عيشه. أنا هأجل تعليق سيادتك على مداخلة أستاذة هالة، بس هناخد فاصل قصير وأرجع لسيادتك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، انتظرونا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الساحرة لابلايا، عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز لابلايا راس سدر، عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس سدر لابلايا، عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80% والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لابلايا.
عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لابلايا. لابلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل، بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لابلايا راس صدر، حلم حقيقي على أرض مصر. لابلايا راس صدر، The Sound of Silence. أنا شيف مايكل، النهاردة معانا منتجات المحبة، منتجات نباتي صيامي 100%، معانا برجر صيامي، معانا كفتة صيامي نباتية 100%، وكمان عندنا 4 منتجات صيامي بتقدمهم شركة المحبة: لانشون خضار، لانشون سادة، لانشون بسطرمة، لانشون بالزيتون. وكمان معانا جبن صيامي، جبنة بالفلفل الأخضر، جبنة بالزيتون، جبنة بالبسطرمة، جبنة بطعم ريكفورد. نورت ساكن ستار هاوس، أنا إن برسم ستار هاوس. أنا ساكنة في ستار هاوس، تعالوا معايا، فيها بيت جميل. بابا، الحقيقة أنا مبسوط إن كنيسة العذراء الزيتون تطلع عنه سجل حافل ضخم اللي هو اسمه كده، اسمك في فم الزمان. أنا واثق إنك تستمتعوا بالكتاب ومجهود جميل عملوه أكتر من 30 خادم وخادمة بإشراف أبونا يوحنا في العذراء الزيتون. ده إنجاز رائع رائع رائع، واسمك في فم الزمن، لا تقل أين جسمه واسمه في فم الزمن. برافو 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 برافو، ده حاجة جميلة خالص. قداسة البابا شنودة، ستظل كل أفكارك ورؤيتك، تعاليمك ورعايتك باقية ما بقي الزمن، لأن اسمك في فم الزمن. عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الزاحرة، لابلايا، عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز. لابلايا راس صدر، عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس صدر. لابلايا، عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80%، والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لابلايا. عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لابلايا. لابلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل، بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لابلايا راس صدر، حلم حقيقي على أرض مصر. لابلايا راس صدر، The Sound of Silence. هذا البرنامج برعاية برحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ومازال الحديث لضيوفي الكاتبة الصحفية الأستاذة نور الهدى زكي، أهلا بك يا فندم، والأستاذة نيفين ملك المحامية وأمين المرأة بحزب الوسط، أهلا بك أستاذة نيفين. كنا قبل الفاصل معنا مداخلة من أستاذة هالة، وكان في نقطتين الحقيقة هي عايزة التعليق عليهم. ليس هناك ما يعرف بثورة الجياع في مصر، وكيف نبدأ في حل عملي؟ أستاذة نيفين اتفضلي. أنا عايزة أوضح بس إن الثورة، ثورة 25 يناير المجيدة دي، كانت ثورة شعب
ضد منظومة فساد وضد منظومة تدني للعدالة. عمرنا في حياتنا ما خرجنا عشان ثورة جياع. مصر المباركة اللي فيها الخير الكتير واللي دايما محفوظة يعني محفوظة كده هو برعاية الله، عمرها إن شاء الله مش هتتعرض لثورة جياع، وعمرها لن تسقط أبدا إن شاء الله، مصر محفوظة. ده اللي أنا عايزة أقوله في الأول. موضوع هي أثارت شجن الرأي العام، ما يشغل يعني الشارع البني آدم المصري البسيط اللي هو لا يعنيه جبهة خراب وجبهة سوري إنقاذ أو جبهة ضمير، لا تعنيه الجبهات ولا الأحزاب ولا يعنيه من هو الرئيس أو من هو الوزير أو رئيس الوزراء. في جانب كبير قوي من الشعب تعنيه لقمة العيش، تعنيه انشغالاته واحتياجاته اليومية، عايز ياكل، عايز تأمنه، هو ده احتياجاته. فالقطاع الكبير ده قوي علشان يبقى فيه استثمار في مصر، عشان يبقى فيه تعافي اقتصادي، لازم يبقى فيه برضو يعني عامل إيجابي مننا كلنا. يعني لازم نبتدي إحنا نقول إيه يا جماعة، الاستقطاب الحاد في المجتمع والصراع السياسي الرهيب اللي موجود ده بيؤثر على عدم الاستقرار بتاع الاقتصاد. طب ما تيجوا نتفق على ثوابت وطنية، تعالوا نتفق إن إحنا نعلي مصلحة الوطن في الأول ونشوف مصالح الناس تمشي إزاي، إن إحنا نهدي الدنيا، نتحاور، نتشارك، لا نتغالب، لا يبقى كل همنا ان احنا نحكم او ناخد كراسي. تعالوا يعني احنا بقى لنا سنه بنتحاور، ما فيش يا فندم، فين الحوار؟ في مين بيبقى عنده قابليه للحوار؟ وفي مين قادر ان هو يتجاوز الحاجز النفسي اللي عنده والمصالح اللي بتحركه؟ قلما لما الناس بتمد ايديها يعني بنيه حقيقيه انها عايزه فعلا تصلح في البلد وعايزه تعمل شيء. يعني المثال اللي احنا بنعمله، احنا اجتمعنا النهاردة بدعوة من الرئاسة ان احنا نفعل شيء مهم جدا جدا في المرحلة دي. الناس مسبقا بتقول ده ملوش لازم، ده ملوش كيان، ده مش عارفة ايه. انت طول الوقت يعني طول الوقت بترمى بده. يعني لو انت عايز تمشي خطوة ايجابية لقدام، لا ما ينفعش. طالما الرئيس مرسي ده موجود يبقى لا الدنيا ما تنفعش. طب ايه يا جماعة؟ لا نوقع الرئيس، النظام ده يقع. طب وبعد ما توقع النظام، بعد ما توقع نظام جه بصندوق ونظام له شرعيته وله مؤيدينه وله الناس اللي بتسنده، انت مصير بلدك ايه؟ مصيرك انت ايه؟ وانت بعد 10 شهور من رئيس منتخب عايز توقعه بتجديد الخطاب اللي البعض الناس الغير مسؤولين بالمرة بيقولوه، انت تضمن بعد كده هيجي رئيس يقعد 10 أيام ولا 10 أسابيع؟ أعتقد إن في من عدم الرشد السياسي وعدم النضج السياسي الكثير والكثير، وللأسف ده بيروج طول الوقت. يعني إحنا عايزين نحط ثوابت وطنية ونحط قيم مجتمعية نمشي عليها علشان ما نضللش الرأي العام، وعلشان ما يعني ما نتماداش في الاستقطاب الحاد على حساب مجتمعنا وعلى حساب استقرار مجتمعنا. خلينا كلنا نتشارك مشاركة حقيقية علشان نعدي ببلادنا من المرحلة الانتقالية الصعبة دي. الرئيس مرسي الناس اللي مختلفة معاه اختلف، واحنا يعني احنا خلاص احنا اتحررنا. يعني ثورة 25 يناير حررت الناس كلها. يعني الرئيس ده اللي خد شتايم ووبال من السباب اللي انا او انت او اي حد يعني العادي الناس الطبيعية لا تقبل على نفسها، ده الراجل يعني خد شتايم محدش ابدا يتحملها. يعني انا عايزة بس اقول ايه، ان احنا لما مصلحة الوطن تبقى قدامنا احنا بنقول لازم نغلب كلنا مصلحة الوطن عن مصالحنا الشخصية. أستاذ سيادتك معانا أستاذ رزق حكيم من الجيزة. ألو، مساء الخير أستاذ. مساء النور يا فندم، اتفضل. زي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. أولا أنا يعني هسأل سؤالين صغيرين. سنك جبهة الضمير دي سمعتني عنها، عن جبهة الضمير ديت أول ما اتنشأت، وسمعنا عنها امبارح لما عرفنا الأستاذة نيفين تبع جبهة الضمير، وشكلها ما كانتش عايشة الأحداث بتاعت الكاتدرائية خالص. أولا الكاتدرائية اتبهدلت واتهانت، المقر الباباوي اتضرب عليه كرب المسيل للدموع، العالم كله شاف، كل الناس بتشوف وكل الناس بتسمع إلا الأستاذة نيفين بتدافع عن الأمن كما لو كانت
مش من مصر او ما كانتش عايشه او ما كانتش شافتش حاجه خالص فمش عارف يعني هي كانت فين من احداث دي لما اولادنا يضربوا جوه الكاتدرائيه واكثر من 100 قنبله مسيل الدموع تضرب جوه الكاتدرائيه من الامن الناس اللي معاهم المولوتوف الناس اللي معاهم الرشاشات الناس اللي معاهم الاسلحه قدام اللواءات وقدام العمده بتوع الشرطه ما فيش واحد اتمسك ما بقوش يمسكوا فيهم الا لما الكاتدرائيه قدمت لهم الاشخاص بالصور طب ما هم تحت ايدك ما مسكتهمش ليه كان فين جابت الضمير من الموضوع دوت انا حاسس ان فيدي ما كانتش معانا مش عايشه في مصر انا بحترمها لان هي متحدثه لبقه جدا جدا وبتوع الاخوان نفس الشيء برضك متحدثين لبقين جدا دايما يعوموا المواضيع مش مفيش حاجه بتناخد خالص كانت فين جبهه الضمير من الشباب اللي ماتوا في الخصوص صراحه عملوا جبهه الضمير ما سمعناش عنها غير لما انشئت كلها اخوان زائد الاحباء اللي هم قضاه من اجل الاخوان واخيرا عرفت الاستاذ غريب برضك مع جبهه الضمير دي حاجه جميله قوي فين جبهه الضمير طب النهارده حضرتك في الاجتماع بتاع باكيناز الاستاذه باكيناز اللي فعله الرئيس المحترم المبجل لقسم المصريين وكسر الوحده الوطنيه اللي ما فيش شعب من شعوب الارض كلها اللي احتلت مصر قدر يكسر المصريين هو نجح بجداره ويعني 100% انه يقسم المصريين يقسمهم قسمه قويه ينزلوا يضربوا بعضهم في الشوارع حرب عصابات قدر ان هو يقسمهم مع كل احترام لشخصه لانه هو انسان محترم وهادي وكويس لكن للاسف هو مش بيمشي بدماغه هو كان فين جبهه الضمير لما احداث الكاتدرائيه دي حصلت كان فين جبهه الضمير لما احداث الخصوص حصلت طيب حضرتك في المؤتمر النهارده مش كان فيه وثيقه الازهر وكان في اللجنه الدستوريه ليه رفضوها في الاول ليه سياده الرئيس المحترم اللي بيمثل مصر كلها رفض وثيقه الازهر ليه الغرياني رفض وثيقه الازهر ليه ما دخلتش في القوانين الدستوريه او في اللجنه الدستوريه ليه رفضوا كل حاجه في وثيقه الازهر اشمعنا النهارده في الاجتماع بيتكلموا يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بشكرك استاذ رزق حكيم من الجيزه طب أستاذ ارد نور. عليه بقى يعني هو بس كان هسمع تعليق موجه ليا الكلام كله استاذ نور وحسيف سيادتك تعليق استاذه اتفضلي يعني انا عايزه اقول ان الاستاذه هاله اللي اتكلمت الاول هي بتقول ان رئيس بيقول ان مفيش ثوره جياع والثوره مصر مش هيحصل فيها ثوره جياع عايزه اقول لها استاذه هاله الرئيس اللي مش شايف ما يحدث في مصر هو منفصل عن الواقع هو منفصل عن مصر هو مدام عنده تشريفة فيها 26 عربية وعنده مخصصات لا يعلمها أحد وعنده أهله وعشرته محدش عارف بياخده كام ومكافئتهم كام وعنده ميليشياته اللي قتلت المصريين عند قصر الاتحادية وعنده ميليشياته التي امتدت اليد التي تستاهل قطعها على وجه ميرفت موسى ها وعنده ميليشياته التي اشتغلت خادمة للداخلية أو اشتغلت بإيديها وقتلت من قتلت أمام الاتحادية وأصابت من أصابت قتلوا المسيحيين زي ما قتلوا المسلمين إحنا كمان اتضرب علينا نار واتضرب علينا مولوتوف في بورسعيد واحنا كمان اتضرب علينا في جنازة محمد الشافعي وانتوا كمان اتضرب عليكم في الجنازة اللي في الكاتدرائية هذا النظام الإرهابي المجرم الذي لا يستحق إلا وضعه في خانة الإرهابيين في العالم هذا النظام الذي تنطبق عليه كل صفات الإجرام وكل صفات النفاق إذا حدث كذب وهو وهم يكذبون وإذا أتمنا خان والرئيس وجماعته وميليشياته وتنظيمه السري ائتمناهم على ثورتنا وخانوا إذا خاصم فجر وهو هم فجروا
وإذا وعد وإذا وعد بس حديث أعتقد حديث شريف. أنا بتكلم من 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 وجدان ديني. وإذا وعد أخلف والرئيس وجماعته وميليشياته وتنظيمه السري يخلفون الوعد. ما يحدث في مصر الآن هو بروفة لثورة جياع. النهاردة أنا أيام مبارك، وأنا كنت ضد مبارك وضد السادات كمان كويس، أيام مبارك شنطتي ما كانتش بتتخطف من إيدي، وبنتي ما كانتش ممكن تتثبت بمطوة كويس، والمصريين ما كانوش بيسحلوا بعض في الشوارع. معرفش أنت شفت الفيديوهات اللي في الأقاليم، هذه الروح العنيفة، هذه الروح المجرمة، هذه الروح التي جعلت المصري يقتل المصري ويصيبه ويكرهه، قد بسها هذا النظام الذي ارتدى رداء الدين وكذب ونافق وفجر وأخلف باسم الدين. ولحد النهاردة لأن احنا بنفهم، احنا ما بنلبس الإسلام بسلوك هؤلاء. هذه مجموعة تم كشفها، وهذه مجموعة سوف تصل إلى مزبلة التاريخ، ولن يذكرها التاريخ إلا كما يذكر كل الحكام الدكتاتوريين القامعين الفاسدين. الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي، لأن الفساد الإداري كمان بيخفي الفساد المالي، فما بالك وهذا الفساد متلفع برداء الدين والدين منهم بعيد. عند الفساد بس معايا المهندس نصري جرجس من القاهرة. ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور باش مهندس، تفضل. أنا الحائز تمعت إلى اللي بتقوله الأستاذة نيفين، وأنا متهيألي الأستاذة نيفين مش عايشة في مصر، دي عايشة في بلد آخر أو في كوكب آخر. أستأذنك تعلي صوتك بس يا باشمهندس. أنا استمعت إلى ما قالته الأستاذة نيفين. تمام. أنا أعتقد أن الأستاذة نيفين لا تعيش في مصر، وبتتكلم عن دولة مش مصر خالص. إحنا المصريين كلنا مسيحيين ومسلمين لازم يعرف هذا النظام الحاكم انهم خرجوا من القمقم بعد 25 يناير ولن ينطلي عليهم اي ضحك او اي تدليس. هذا نظام كاذب خادع. الرئيس من يوم ما تولى وادى وعود لغايه النهارده مفيش وعد بيه نفذه، بل بالعكس بيوعد وينفذ عكس ما هو وعد به. جبهة الضمير احنا النهارده فاهمين سياسه وعارفين الدنيا ماشيه ازاي. مين انشأ جبهة الضمير وانشئت ليه ومين القائمين عليها والهدف منها ايه؟ استاذ نيفين لازم تنظر للي بيحدث النهارده في مصر. الهجمه اللي موجوده النهارده على القضاء ايه السبب بتاعها؟ مش السبب بتاعها تقليل القضاء، ولا السبب بتاعها انها ان احنا عايزين ننزل السن من 70 سنه ل 60 سنه، السبب منها انه القضاء يتم السيطره عليه. النظام الفاشي اللي بيحكمنا النهارده عايز يسيطر على الاعلام وعلى القضاء وعلى الجيش وعلى المخابرات. باشمهندس سيادتك وصلت وجهه نظرك، واحيي الاستاذه هدى زكي. استاذه نور يا فندم، ليس له مقال الا مزبله التاريخ. بشكرك يا فندم، وصلت وجهة نظرك. شكري للمهندس نصري جرجس من القاهرة. أستاذة نفين تعليق سريع بقى بعد الاتهامات الكتير، عشان عندنا فاصل بس يتكي لا يعني ايش معنانا يعني انت بتزيق الوقت كله والمداخلات يعني لسه بعد الفاصل للعدالة ان احنا نكون متكافئين. الأستاذة قالت جبهة الضمير، والناس لما يعني حصل مداخلة بيقولوا جبهة الضمير، أين كانت جبهة الضمير من أحداث الخصوص والكاتدرائية والكلام ده؟ يا فندم إحنا اجتمعنا وعملنا اجتماع مغلق في يعني في أعقاب الأحداث، اجتماع عاجل على وجه السرعة، وطلعنا ب كان مؤتمر إعلامي وطلعنا فيه وأدلنا كل الأعمال الإجرامية وكل أعمال العنف اللي كانت موجودة، ودعينا لعدم الفرقة وقلنا للعالم ونبهنا الناس كلها يا جماعة مفيش عندنا فتنة، لكن في ناس بتحاول الصراع السياسي اللي موجود ده تعمل له تغطية طائفية، فخلوا بالكم في مشكلة هنا وفي أحداث، وإحنا تطرقنا لده في بيان كامل. كل وكالات الأنباء تقريبا أزعتوا عننا، إحنا خرجنا أدلنا كل ده وتحركنا على الفور
وطالبنا الرئاسة وطالبنا مجلس الوزراء وطالبنا الداخلية ان هي تقدم لنا الجناة على وجه السرعة، وطالبنا بإعمال دولة القانون. قلنا ما احناش عايزين مجالس عرفية، ما احناش عايزين العلاجات بتاعة النظام. وحصل مجلس عرفي يا فندم، احنا قلنا ده كان صوت الضمير، ما هو ده صوت الجبهة. يعني انا بس عايزة اقول للناس اللي مش متابعة، يعني اصل هي المشكلة حد تيجي تقول له جبهة الضمير يقول لك جبهة الضمير دي اخوان. طب انت شفت البيانات بتاعتنا؟ شفت اللي احنا بنطلع؟ يقول لك لا اصل انا مش متابعكم. طب ما هو من الظلم ان انت تقول لي وتديني احكام مسبقه برضو عليا وعلى وجودي وعلى صوتي وعلى بياناتي وعلى ردود افعالي وعلى مواقفي السياسيه وانت مش متابع وما انتش عارف. يعني انت تجهل ما ترميني بيه. يعني انت جبهة الضمير، تعالى شوف انا بطلع اقول ايه، انا بعارض وبتكلم ايه. انا طلعت وقلت في بيان بنفس اللهجة، قلنا اكتر من مرة حكومة الدكتور أنديل حكومة فاشلة. انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني انا لازم اشتم ولازم اسب ولازم حكومة غير سياسية غير كفء؟ قلنا الكلام ده طول الوقت بنقول. احنا ما بنطلعش عشان نداهن حد، احنا بنملي، يعني بنطلع بتملى علينا ضمائرنا بالكلام الحقيقي والمحايد. طلعنا في احداث الكاتدرائية وقلنا، قلنا في مشكلة، قلنا الناس بتحاول تعمل فتنة طائفية. يا وطن يا وطن يا مصر، خلوا بالكو، محدش ياخدكو في الاستقطاب السياسي ده لفتنة طائفية. احنا وطن واحد ومصريين بنعيش مع بعض، ونادينا الناس كلها لده، وقلنا على الرئيس ان هو يقدم لنا فورا المجرمين البلطجية اللي دخلوا في الاحداث دي وعملوا النار دي، واللي بيشعلوا دايما كل مكان يحصل فيه تجمعات، يحاولوا بسرعة بسرعة الطرف الثالث او الثورة المضادة او الناس اللي عايزة تحول مصر الفوضى، دايما دايما بيلاقوا لنفسهم مكان في الاحداث دي. انا قلت وطلعت، انا كنت موجودة في احداث الكاتدرائية وكنت بحضر وعرضت نفسي للخطر وكنت موجودة، وكنت من جوه الكاتدرائية مانيش عارفة الضرب جايني من بره الكاتدرائية ولا من جوه الكاتدرائية. كان في تبادل اطلاق نيران، كان في مشكلة موجودة، كان في موقف مشتبك جدا، كان في بره ناس من الشرطة ومنهم لواء مسيحي اتضرب واتصاب واتسحل وتم الاعتداء عليه يا فندم، وتم الكلام عن الشرطة بعد الفاصل. لا والعربية بتاعته اتحرقت، وده كان لواء موجود. وانا هرجع لسعادتك، يعني والموضوع بتاع الشرطة ده هنناقشه، ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير، انتظرونا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الزاخرة لا بلايا، عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز لا بلايا راس سدر، عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس سدر لا بلايا، عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80% والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لا بلايا. عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لا بلايا. لا بلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لا بلايا راس سدر، حلم حقيقي على أرض مصر. لا بلايا راس سدر، The Sound of Silence. أنا شيف مايكل، النهاردة معانا منتجات المحبة، منتجات نباتي صيامي 100%، معانا برجر صيامي، معانا كفتة صيامي نباتية 100%، وكمان عندنا 4 منتجات صيامي بتقدمهم شركة المحبة: لانشون خضار، لانشون سادة، لانشون بسطرمة، لانشون بيزا تون.
وكمان معانا جبن صيامي، جبنة بالفلفل الأخضر، جبنة بالزيتون، جبنة بالبسطرمة، جبنة بطعم ريكفورد. ستار هاوس. أنا إن برسم ستار هاوس. أنا ساكنة في ستار هاوس، تعالوا معايا فيها بيت جميل. بابا الحقيقة أنا مبسوط إن كنيسة العذراء الزيتون تطلع عنه سجل حافل ضخم اللي هو اسمه كده اسمك في فم الزمان. أنا واثق إنكم تستمتعوا بالكتاب ومجهود جميل عملوه أكتر من 30 خادم وخادمة بإشراف أبونا يوحنا في العذراء الزيتون. ده إنجاز رائع رائع رائع. واسمك في فم الزمن لا تقل أين جسمه واسمه في فم الزمن. برافو 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 برافو، ده حاجة جميلة خالص. قداسة البابا شنودة، ستظل كل أفكارك ورؤيتك تعاليمك ورعايتك باقية ما بقي الزمن، لأن اسمك في فم الزمن. عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الزاخرة، لا بلايا عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز. لا بلايا راس سدر، عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس سدر. لا بلايا عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80% والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لا بلايا. عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لا بلايا. لا بلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لا بلايا راس سدر، حلم حقيقي على أرض مصر. لا بلايا راس سدر، The Sound of Silence. هذا البرنامج برعاية مرحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وكان الحديث للأستاذة نيفين، وكنا بنتكلم عن أحداث الكاتدرائية موقف الشرطة، ولكن اللجنة التقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان واللي كانت بتدرس أحداث الكاتدرائية توصلت النهاردة في تقاريرها أنه لا يوجد متهم واحد وفقا لتحقيق النيابة رغم تقديم أكثر من 45 بلاغ. تفضلي أستاذة نيفين. ده بيتنافع مع الخبر اللي أنا لسه قارياه النهاردة بأن النيابة أوجدت الفاعل الأساسي وله اسم مشهور وهو من سكان العباسية وقدمته بكل الأدلة اللي موجودة. ده بيتنافى تماما مع الخبر الصحيح، فحضرتك يعني من فضلك تراجع الأخبار. ده تقرير لجنة تقصي الحقائق. لا راجع أخبارك، لأن أنا النهاردة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنا قاري النهاردة خبر بيقول أن النيابة أمرت بحبس المتهم الرئيسي وهو مسجل خطر ومن سكان العباسية. تقرير النيابة سعادتي غير تقرير اللجنة. لا ما أنا بقول لحياتك اهوت، أنا بقول لك اهوت النيابة توصلت لجاني رئيسي في الأحداث، وما زالت التحقيقات مستمرة، وما زالت النيابة مطالبة أنها تقدم لنا الجناة الحقيقيين،
وما زال وزارة العدل عليها أنها تعمل القانون وتقدم لنا الجناة وتؤسس لدولة القانون، وما زلنا بنقول أن إحنا لازم بنتغير ولازم نوصل للجناة. بس دولة القانون رجع الأمن يا أستاذة نبيه. لازم، ما هو أنا عايزة أقول بقى كده يعني مسؤولية الأمن دي يا أستاذي الفاضل مش بس مسؤولية وزارة الداخلية، ويعني إحنا هي مشكلتنا كده، لأن وزارة الداخلية دي شالت مقاسي الدنيا كلها طول الوقت. يعني عايزة أقولك إن النظام القديم كان دايما هو كان نظام بوليسي زي ما احنا عارفين، تحمل خطايا وأسام وجرائم النظام ده كله. يعني كل حاجة كان كل مشكلة تحصل ارمي على الملف الأمني، كل أزمة تحصل ارمي على الملف الأمني، وما زلنا إحنا بنفس العقلية مش عايزين نتخلص. كل ما تحصل مشكلة نقول النظام السابق يا سيدي الفاضل. أنا عايز أقول حاجة، الملف الأمني ده ملف مجتمعي من الطراز الأول. الوعي الأمني والوعي المجتمعي ده مسؤولية المجتمع كله مش بس الداخلية. يعني أنا عايز أقول إن إحنا مش بس لازم طول الوقت تبقى الداخلية هي المسؤولة عن الأمن، ما هو أنت كمان مسؤول، ما هو أنت كمان يعني كمواطن مسؤول، كمواطن مسؤول. مش سنجة مثلا أو لا مش بدا، لا مش بدا. أنا عايزة أقول حضرتك مواطن أو بنتي رايحة الجامعة تشيل كتر. يا فندم اللي أنا عايزة أقوله إن في منظومة في العالم كله اسمها الكوميونيتي بوليس، يعني الأمن المجتمعي. فكرة الأمن نفسه إن إحنا نوجد الثقافة الأمنية. يعني أنا عايز أقول لحضرتك اللي كان موجود في مصر لغاية يعني النظام السابق البوليس مان والبوليس وومن، ما هو ده غلط. ما هو ده غلط وده اللي أسس للي إحنا فيه دلوقتي، وده اللي المفروض نغير وجهة نظرنا فيه. الأمن ده مش بس مسؤولية رجل الشرطة، ما هو مسؤولية المجتمع كله، وعلى المجتمع كله إن هو يمد إيديه لمؤسسة الشرطة المنهكة اللي شايلة كل البلاوي طول الوقت ويقول لها تعالي أساعدك علشان تعملي ريكافرينج، يعني تعملي تعافي، تعالي عشان أسندك في التعافي. مش طول الوقت أنا بحملهم كل الخطايا وطول الوقت أنا بلومهم سواء وقفوا دفعوا عن الناس أو سواء مش عارف إيه. يعني طيب يا جماعة لازم يبقى في معالجة مختلفة. بننسب للنظام السابق كل حاجة، زي مثلا لأن إحنا لسه زي علاقة لسه النظام لسه السابق بالإعلان الدستوري بتاع نوفمبر. ايه علاقة النظام السابق بمشروع قانون السلطة القضائية اللي فجر احداث الجمعة اللي فاتت؟ شوف انا هقول ايه علاقة النظام السابق بكل الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. انا هقول لحضرتك حاجة، في اشكالية كبيرة قوي قوي في المراحل الانتقالية اللي احنا فيها دلوقتي زي اللي احنا فيها والمتأزمة دي، في شوية حاجات كده هوت بنمر بيها، منها الصراع المجتمعي بين طبقات المجتمع، الصراع السياسي والاستقطاب الحاد، ده شيء متفهم جدا في علم السياسة، ده بيحصل في أعقاب الثورات المختلفة. أي حد قاري السياسة وفاهم سياسة عارف إن المراحل الانتقالية بتبقى سماتها الأساسية هي الصراع والاستقطاب الحاد اللي موجود، ولما الناس بتهدى وتتدارك وتتصالح مجتمعيا مع ذواتها ومع ذاتها وتطبق العدالة الانتقالية وآلياتها بيبتدي المجتمع يتعافى ويبتدي يدور على الهوية بتاعته. هويته ايه؟ ايه اللي يناسبه من الطوائف السياسية، ويبتدي يعمل عملية تفاعل ونضج للتجربة. انا عايز اقول لحضرتك ان انا بالنسبة لموضوع العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية منها ومن آلياتها اولا ان يبقى في لجان تقصي حقائق لازم توصل للحقائق كاملة، يبقى في حوار مجتمعي شامل نيجي ونغسل خطايانا وأسامنا ومشاكلنا مع بعض، لازم يبقى في إصلاح لكل المؤسسات الفاسدة اللي أصابها من الفساد، ويعني زي الكانسر كده زي السرطان تخللها وقضى عليها. وإحنا خلينا نبقى صادقين مع نفسنا، النظام اللي فات خلال العقود الكاملة اللي فاتت أسس لدولة الفساد. أفهم من كلام سيادتك إن النظام السابق هو الطرف الثالث؟ طبعاً في بينضم غطى، ما هو في أغطية كتير بتنضم مع بعضها، في ثورة مضادة وفي فلول النظام السابق وفي اتحاد مصالح، كل ده بيهاجم الثورة اللي إحنا بنقول عليها الثورة الشرعية اللي ماشية في طريقها.
أشوف أستاذة نور، هل الطرف الثالث هو نظام السابق؟ يعني خلينا من كل الأوصاف اللي مش جايبة همها دي. يعني الطرف الثالث اللي هما بيقولوا عليه هو النظام الحاكم، هو صاحب السلطة السياسية والسلطة الجنائية، هو من بيده مفاتيح إدارة البلد ديت. أدلتك يعني اللي ما يقدمش القتلة للقضاء إلى الآن احنا ما شفناش واحد يتقدم من يوم 5 ديسمبر. يوم 5 ديسمبر من يوم ما هجمت الميليشيا قصر الاتحادية على المعتصمين المسالمين وقتل من قتل وعذب من عذب، والفيديوهات موجودة، وغرفة التعذيب اللي كانت جوه القصر معروفة وموجودة وتقدمت فيديوهات، والطلب وطلع محمد مرسي. أنا مش بقول عليه رئيس لأنه مش رئيسي ولا أعترف بشرعياته فقد سقطت هذه الشرعية، وطلع محمد مرسي مندوب مكتب الإرشاد في الاتحادية يقول إن اعترفوا، وطلع القاضي الشريف مصطفى خاطر راح للعيال اللي بيتعذبوا عند القصر وخد أقوالهم رئيس نيابة شرق، وما كانش فيه اعترافات، وراح النائب العام المعين اللي هم جايبينه النائب الخصوصي بتاعهم راح قايل لمصطفى خاطر طلع لي قضية واحدة، فلما مصطفى خاطر ما طلعش راح نقله، فلما الدنيا اتقلبت والقضى زمجر راح مرجع مصطفى خاطر. كويس، احنا بنلعب دي لعبة، بس لعبة ديرتي قوي، لعبة فيها دم وفيها مستقبل بلد وفيها فلوس وفيها مليارات وفيها كرامة مصر اللي بتتمرمط واللي بتشحت علينا بره. كويس، مصر أكرم من كده بكتير. فهي الحكاية كده بالظبط، لم يقدم مخلوق قاتل أو مجرم أو إرهابي أو ميليشيا إلى التحقيق لحد دلوقتي. لا اللي قتل الحسين يتقدم وفي 5000 بلاغ متقدمين، ولا اللي قتل اللي غير الحسيني واللي كان منهم حتى إخوان، أصل هما بيقولوا اتقتل مننا كذا واتقتل منكم كذا. دي مصيبة، مصر مقسومة اتنين، قسموها اتنين. كويس، عمرنا ما كنا بنقول إحنا وإنتم، إحنا كنا حتى المسلمين بقوا يقتلوا ببعض، مش مسألة مسلمين ومسيحيين. كويس، فمن أول اتحادية من يوم 5 ديسمبر وهذه كانت بداية سقوط الشرعية، مروراً بأحداث المقطم، مروراً ببورسعيد، بورسعيد مات فيها 45 وفي 25 تحكم عليهم بالإعدام، 45 و25 يبقوا كام؟ يبقوا 70، والألترس مات منهم 75. يعني وانت بت بت بتحاكم علشان اتقتل 75 انت بتقتل 70. بعد كده مروراً بقى بكل اللي ماتوا بعد كده، الشباب اللي زي الفل، الشباب ده هو اللي هيبني مصر مش كده، الشباب ده بيتقتل. خلي بالك كمان ان اللي اتقتلوا هم الادمن بتوع الصفحات اللي زي كريستي، كريستي ده كان جينيوس. كويس، وزي الادمن بتاع انا مش اخوان، وزي الجندي، الشباب دول اللي هم احنا كنا بنعدهم وبندخرهم علشان نبني البلد دي، النهارده بيتقتلوا وبيصابوا. معوض اللي مرمي في القصر العيني وفي غيبوبة كاملة وطلع له قرار قضائي علشان يتعالج على نفقة الدولة برة، عارف مين اللي طعن على القرار؟ مجلس الوزراء. يعني حكومة أنديلي الفاشل ده ها بتطعن على قرار قضائي بعلاج مواطن أصيب وفي غيبوبة كاملة بقاله أكتر من سنتين أهو عشان يتعالج بره. فاصحابه واهله وناسه كانوا عاملين وقفه النهارده ضد هذا الفاشل رئيس الوزاره. كويس، زي بالظبط ما بيطعن على قرارات على احكام القضاء بعوده الشركات بتاعه القطاع العام اللي اتخصخصت عودتها للحكومه، هو بيطعن عليه. انت عارف هو واخد حبس سنه ليه؟ علشان ما نفذش حكم عوده شركه الكتان للحكومه. كويس، فهي دي هو ده النظام اللي بيحكمنا،
هي دي المشكلة الكبيرة والكارثة الكبيرة، إن الثورة اللي قامت علشان الشباب ده يحكم، وعلشان الشباب ده يلاقي مستقبله، وعلشان الناس البسيطة اللي حلمت إن الثورة دي تحقق لها مسكن ولقمة عيش نظيفة وحبة دواء وكرسي للدراسة، كل ده انهار. انهار ليه؟ لأن في تنظيم سري بيحكم البلد ديت واستولى عليها في لحظة من الزمن. بدليل إيه بقى يا أستاذ عادل؟ إن اللي ادوا محمد مرسي وجماعته وأهله وعشيرته اتقلبوا عليه. تعال شوف الناس اللي وقفوا وراه في فيرمونت، فين هم؟ ما فيش منهم حد الحمد لله باقي، وكلهم اعتذروا، وفي ضربوا نفسهم بالجزمة. في واحدة بتمشي شايلة صورة كده بتضرب نفسها بالجزمة، ومحمود سعد بيقول لك ينفع أضرب نفسي بالجزمة على الهوا؟ كويس. الوحيد اللي ما اعتذرش هو صحفي ما فيش داعي أقول اسمه، كويس. فهي الحكاية كده بالظبط. أنت على فكرة جيكا اللي اتقتل في عهد مرسي ده، الصورة بتاعته هو بيصرخ، الصورة المشهورة قوي بيصرخ عشان فرحان بمحمد مرسي. الثورة دي اتسرقت، البلد دي تم الاستيلاء عليها، البلد دي بيتم تخريبها، البلد دي بتفقد الأمل، وأقصى حاجة في الدنيا إن الشعب يفقد الأمل. لكن رغم كل شيء في بالمعطيات الحالية، طبعا أنا حزينة جدا، لكن بمعطيات التاريخ وبمعطيات المقاومة وبمعطيات الإنهاض البشر، في نظرية كده بتقول لك التحدي والاستجابة بتاع التوينبي، إن كل ما تفرض عليك تحدي كل ما استجابتك بتبقى أقوى. الناس اللي طلعوا علشان يخلعوا مبارك هيخلعوا اللي أفجر وأقصى وأشنع وأكثر قمعا وأكثر دكتاتورية وأكثر دموية من حسني مبارك. طيب إحنا لا شك إن إحنا عندنا أزمة اسمها أزمة القضاء، ويمكن أستاذة نيفين محامية فممكن تقول لنا رؤيتك إيه سيادتك لأزمة قانون السلطة القضائية وإزاي نخرج منها؟ يعني أنا رغم الخلاف الحاد بيني وبين الأستاذة، بس أنا بتفق معاها في إن أحكام البراءة اللي روعتنا كلنا ضميرياً، وتعامل القضاء مع ملفات الثورة تحديداً، وما يعني أوجع ضمير الشعب المصري كله إن حس إن ملف القصاص ده أصبح فيه إشكالية، ده اللي خلانا برضو يعني نثور ونقول بعد كل المحاكمات الهزلية اللي موجودة دي، ضياع حقوق الناس والقصاص العادل ودماء الشهداء ده فين؟ الناس اللي ماتت دي يا ترى دمهم هيهدر بدون محاسبة؟ أنا برضو يعني أنا بستعجب، هو الرئيس كمان بيبقى قاعد يعني كقاضي يحكم بين الناس، هو مش ده ملف القضاء؟ هو مش دول القضاء اللي حكموا بالبراءات؟ بس هو يعني القاضي سيادتك ما بيحكمش هو غير بالملفات اللي بتجيبها له النيابة، الملفات واللي حصل في عهد عبد المجيد محمود اللي بيتباكوا عليه دلوقتي من إتلاف للقضايا وتهريب أموال، ويعني في نيابة الثورة اللي أنشئت بموجب الإعلان الدستوري. ما إحنا بنقول إن ملف القصاص دي في إشكالية. يا قضاة مصر من فضلكم، في مشكلة، فين المحاكمات؟ فين القوانين اللي تفعل علشان الناس تقدر تلاقي راحة لبالها بعد ما أولادها يعني دمهم ضاع؟ يعني فين اللي يريح الضمير المصري؟ فين اللي يريح الضمير الشعب؟ سيادتك شايفة إن اللي حصل موضوع تطهير القضاء ده هو الحل؟ شوف أنا هقول لحضرتك حاجة، ما هو في إشكالية برضو. أنا قلت وسابقاً قلت الشعب المصري ده صار علشان معنى واحد كبير، معنى العدالة. إحنا مش هنحط راسنا في الرمل زي النعام ونقول ان احنا عندنا آلية عدالة ناجزة وان احنا ما عندناش مشكلة في آلية العدالة اللي موجودة. لا، احنا عندنا مشكلة وعندنا العدالة بعافية شويتين، عندنا إشكالية كبيرة جدا، عندنا مشكلة في الموضوع ده، عندنا مشكلة كبيرة جدا، والقضاء عارفينها من زمان ومن فترات طويلة جدا، عارفين ان في اشكاليه كبيره قوي في قضاء كان
في العصر البائد كان القضاء موجه وكان علشان ياخدوا احكام بيحلوها لدوائر محدده. في اشكاليه. بص اللي يعيش في منظومه فساد 40 سنة ولا يفسد ده يبقى ولي، ده يبقى نبي من الأنبياء وإحنا مش أنبياء. في فساد في كل المؤسسات، طال مؤسسات الدولة كلها. بتطهير القضاء إحنا هو الحل. بص هقول لك حاجة، إحنا بنقول إن إحنا النادي بإصلاح كل المؤسسات، وده من سمات العدالة الانتقالية. لأن ما تقدرش يعني إحنا مش هنقدر ننكر إن كل مؤسسات الدولة بلا استثناء أصابها الفساد ونخر فيها زي السوس وكلها زي السرطان، ده موجود احنا بنعاني منه طول الوقت. حضرتك لما بترفع قضية وتقعد 30 سنة في المحكمة وولاد ولادك ما يطلوش في الحق ده حاجة ويموت الحق، ما هو ده فيه إشكالية، فيه إشكالية محتاجة يبقى فيه إصلاح حقيقي. الناس لما بتقول ان احنا نستصدر قانون للسلطة القضائية يضمن استقلال السلطة القضائية، يضمن ان النائب العام ده لما يجي معين من المجلس الاعلى للقضاء واستقلال القضاء، احنا بننشد منظومة اصلاح قضاء وعلى الهيئة القضائية نفسها انها تتبنى الفكر ده وتعجل هي بتقديم القوانين اللي بتناسبها هي واللي بتعمل آليات الإصلاح. لازم نواجه ده، لازم نواجه الحقائق علشان نقدر نعالج، لازم. تمام أستاذة نور، بموضوع المواجهة سيادتك، يعني أنا ما خدش إجابة دايركت أو مباشرة من أستاذة نيفين على موضوع تطهير القضاء وقانون أزمة القانون السلطة القضائية، سيادتك شايفاها ازاي وممكن نحلها ازاي؟ حكاية تطهير القضاء المصطلح اصلا مصطلح يعني عبثي، مصطلح منحط، معلش خليها بين اقواس، يعني يطهروا انفسهم الاول كويس، هم اللي محتاجين تطهير. القضاء ده هو اللي جاب مرسي ده، والقضاء ده هو اللي حكم قضايا تزوير الانتخابات زمان لما كانوا بيتفاهموا مع امن الدوله زمان. القضاء اللي هم بيقولوا على تطهيره ده اشرف بكتير قوي من الـ من الـ من الـ من الكلمه اللي بتخرج من لسانهم. ومين بقى اللي هيطهروا القضاء؟ شويه المجرمين اللي بجلاليب ودقون وعصي واسلحه وبيموتوا الناس وبيضربوهم. شوية المجرمين، انت لو شفت الفيديو بتاع محمد محمود القاضي، الولد اللي عنده 16 سنة اللي جابه محمود سعد وجاب أبوه عقيد شرطة كويس، الولد ساكن في شبرا وشايل شنطة على كتفه ومعدي من ميدان عبد المنعم رياض. أرجوك اكتب على اليوتيوب واتفرج على محمود. محمود للأسف وأبوه تأسف له على الهوا، قال له انا اسف يا استاذني اقف عند موضوع محمود واخد مداخله وقال له انا اسف يا محمود، لان محمود نص معوق ذهنيا. لو شفت محمود حصل فيه ايه، محمود محجوز في مستشفى الشرطه اللي في العجوزه. هتابع مع سيادتك موضوع محمود، لازم تشوفه ايه اللي عملوه. اعرف بالتفصيل. معانا الاستاذه ميري من القاهره. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضلي. مرسي جدا. انا طبعا بحيي ضيوفك الكرام، وده اولا. ثانيا انا بفرح جدا لما اشوف واحده زي استاذه نوره واستاذه تهاني الجبالي، بحس ان لسه في مصر امل وسيدات احنا مصر. بيشرفنا استاذه نور الهدى ويشرفنا استاذه نيفين ملك. انا بحييت ضيوفك اولا، طبعا بينهم طبعا نسا نيفين او مدام نيفين واستاذه نوره. بس انا النقطه اللي باكد عليها الاول ان انا فعلا مبسوطه ان انا بسمع كلام زي كلام أستاذة نور، وبحس في أمل إن في يعني إن طول ما في ناس زي أستاذة نور أو أستاذة تهاني الجبالي، أنا كنت بقصد اللي أنا بقوله أستاذة تهاني الجبالي، بحس إن في أمل في مصر. بحس إن أنا ممكن ما أخدش شنطتي بكرة وأجري، إن أنا مش قادرة أنزل أمشي في الشوارع، يا شنطتي أروح أي بلد. لأن لا خلاص يعني النقطة اللي أنا عايزة أقولها دلوقتي والمهمة، لان انا سمعتها من استاذه نيفين، ان هي قالت حاجه في منتهى الخطوره ممكن تقلب البلد بكره الصبح. اولا انا اتفرجت عليها على الاون تي في، كانت من يومين مستضيفينها في برنامج صباحي، وانا شفتها بنفسي مش حد حكالي،
المذيعة بتقول لها، هي برضو كانت عمالها تقول موضوع الثورة وموضوع التطهير وموضوع فساد 40 سنة، مع اننا برضو ضد حكاية الفساد 40 سنة، يعني احنا ما شفناش من حسني حاجة خالص، يعني هم ممكن اخر 10 سنين، لكن ده احنا لما غيرنا النظام، النظام مش عارف يجيب النور شهرين على بعض، مصر كلها قطعت. لما نغير القضاء اللي لسه كان مدي الواحد امبارح 80 جلدة هيعملوا ايه فينا؟ يعني انا مش فعلا التطهير ده عشان لصالحهم، عشان احنا بنمشي بطرقهم، عشان خلاص بدل ما النور يتقطع والمياه بتتقطع كمان ما يبقاش فيه عدل في البلد خالص. النقطه اللي انا عايزه اقولها ان انا اتفرجت على الاون تي في، فبتقول لها ازاي انت مسيحيه، يعني انت ما شفتيش احداث الكاتدرائيه؟ هي راحت ردت عليها قالت لها سمعت. اشمعنى دلوقتي بقى بتقول ان انا حضرت ومش عارفه اتضرب من بره ولا من جوه؟ انا اللي انا شايفاكي بنفسي، ممكن تراجع الفيديو. لا بقولك ممكن بقى لو عندك فيديو اكيد مسجله نفسك وانت طالعه في البرنامج. لا ازاي اتضرب اذا كان المسلمين قبل المسيحيين؟ اكمل كلامي من فضلك، انت ما بتحبيش حد يقاطعك. اذا كان المسلمين قبل المسيحيين اخواتنا الكويسين اللي اتفرجوا على التلفزيون وشافوا بعينيهم الضرب جاي منين وازاي، ولا عشان دخلتي جبهه الضمير؟ على العموم حلال عليك، مع السلامه. أشكرك أستاذة ميري. معنا دكتورة فيكتوريا من القاهرة. ألو، مساء الخير يا أستاذ عادل. مساء الخير يا دكتورة. معلش يا أستاذ عادل، أنا رغم أن أنا عندي ضغط وتعبانة، بس الحلقة محتاجة أن إحنا توطل الضغط مش تعلوه. أولا أنا برحب بالأستاذة نور والأستاذة نيفين الثقافي. لا أنا نفسي أن إحنا دلوقتي نغير مصطلحاتنا واحنا بنستخدمها، عشان كل الناس مستوياتها كلها بتتفرج علينا، واحنا ممكن نكون ذراع قوي لان احنا نعدل حالنا في البلد كلنا. احنا بندافع عن الوطن، مفيش واحد جاي يدافع عن نفسه ولا عن حزبه. احنا لو كان عندنا روح الشركه الواحده مع كل المجتمع يا استاذ عادل هنقدر نوصل لاقرب فرصه باقل الخسائر. فانا معلش انا بعترض على اصلاح تطهير اي مؤسسه، يا ريت نقول ان احنا اصلاح أنفسنا الأول وبعدين ثم إصلاح المؤسسات، ما نجيش نقول كده. تاني حاجة أنا مش عايزة حد قطاع خاص. تالت حاجة أنا نفسي الأستاذة نيفين مع احترامي ليها إن هي تقول لنا على أرض الواقع إزاي نحمي أنفسنا وإحنا في الشارع. أجيب مين يحمي ابني ولا بنتي ولا نفسي وأنا مريضة ومش قادرة، ويا دوبك يعني لولا الباقي من الشعب المصري الأصيل اللي عمره ما هيكسروا حد، اللي فيه أمل ربنا هيحطه إن شاء الله قريب الفجر طالع طالع، اليوم اللي أوله ليل يطلع لنهار. يا أستاذة نيفين لو سمحتي لما تقعدي تتكلمي ما تنفعليش بزيادة، وياريت توطي مشاعرك شوية تهديها، الأدرينالين يقل. وصلت وجهة نظرك يا أستاذ عادل، مديني فرصة. تفضلي يا فندم. بعد إذنك أنا عايزة الأمن بقى يرجع زي ما كان بمساعدتنا كلنا لما إحنا نأمن على نفسنا، مش هجيب واحد قطاع خاص. النقطة الأخيرة اللي عايزة أناقش فيها، لو واحد اتبع طريقة وتكررت الطريقة مش هو نفس الشخص؟ يعني أنا بسأل سؤال، لو في واحد اتبع طريقة في مكان معين في عمل معين وكرره بنفس التفاصيل مش هو يبقى صاحب الفكر وصاحب الكلام وصاحب المنطق؟ طيب احنا ايام دلوقتي النظام القديم اتشال واتحبس واترمى واخد نصيبه، مين اللي مسؤول عن نفس الطريقة ونفس الكلام؟ فياريت يعني نجاوبونا، وياريت الناس كلها بقى تعرف ان مفيش حد مش لو قدمت لغيرك ما كانتش جات لك، ولازم نحب بعض بقى ونرجع، لاما الضرر هيجي على الكل، مش الطوفان جاي على الكل، مش هسيب لا كبير ولا صغير. فياريت تدعوا للمحبه وما نبقاش متناحرين في الاراء وكل واحد بيدافع عن نفسه. وانا قلت وانا عدت وانا الكلام ده، لا اللي عايز مصر يدافع عن مصر. بشكرك يعني احنا كلنا دكتورة مصريين فيكتوريا، وهنموت مصريين ومش هنسيب مصر. بشكرك يا فندم. شكرا يا استاذ عادل، وبحيي الاستاذه نور، ربنا يكتر من امثالك، والاستاذه نيفين تراجع شويه، مش عيب ان احنا نراجع نفسنا. اشكرك دكتوره فيكتوريا من القاهره. ان احنا نرجع للصواب، ما نحاميش لحد ولا ندافع على حد، احنا نقف قصاد ربنا. ربنا عايز المجتمع ده يبقى في سلام وامان. شكرا يا دكتوره. يا ريت يا استاذه نيفين تراجعي نفسك. بشكرك يا فندم. استاذه نور انا ما نسيتش موضوع محمود، بس هاخد اخر مداخله. استاذ ناجي من القاهره. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عادل. اتفضل استاذ ناجي. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. بمسي على ضيوفك الكرام. اهلا بيك يا فندم.
عايز بس يعني الأستاذة نيفين يعني معلش إذا كانت تقدر تجاوبني على حاجات معينة، هل يا أستاذة نيفين يوجد ضمير حي في مصر حاليا بسبب الدستور الحالي اللي فيه كل الشيء الذي يسر المجتمع المصري؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك انت بتتكلمي على الضمير والعدالة، في عدالة في مصر حاليا دلوقتي من الأزمات اللي احنا شايفينها من سرر ومن بنزيم ومن الأمن والأمن الخارجي وكل شيء، غلو المعيشة. رقم ثلاثة، اتفضلي. الضمير فين في موقعة، تقدر تقولي لي الضمير فين في موقعة الاتحادية ولا ما شفتيش حضرتك الشاشات؟ اتفضلي يا فندم. الضمير فين في تطهير القضاء من يوم الجمعة لما شفت حضرتك الولد اللي مسكوه و15 شاب عمالين يضربوا فيه؟ ولا انت حضرتك حافظة كام كلمة على الفضائيات تطلعي عشان تقولي جبهة الضمير؟ يا فندم بس اسئلتك في عجالة بعد اذنك. اتفضل سعادتك. في نقطة أخرى ولا خلاص كده؟ أنا بس عايز حضرتها ترد عشان هي طلعت في كذا خلاص. هترد على سعادتك يا فندم. قبل كده وهجمت المواضيع دي. شكرا ليك يا فندم. مع السلامة يا فندم. أستاذ نيفين ليكي حق الرد بس هكمل موضوع محمود وأنا كاتب الأسئلة. وأعيدها يعني أربع مداخلات وبعدين أنا ما أردش. لا يا فندم لا إطلاقا. أولا يعني فمحمود موجود في مستشفى الشرطة وهو نص معاق. محمود اتعرض لمحاولة قتل تقريبا، وانا لما شفت الفيديو لقيتهم هما بيضربوه وبيقوموه وبيكملوا ضرب. الولد مشيته اختلت، يعني هو عشان شبه معوق ما كانش فيه توازن، فهم يعني هما ناس انتزعت الرحمة من قلوبهم، والرحمة دي يعني فوق الإسلام وفوق المسيحية وفوق الأديان، هي صفة من صفات البشر. ويمكن موضوع سحل حمادة صادق. وسحل حمادة طبعا موضوع صعب شوية. عايز أقول لك حاجة كمان، يعني أنا يشرفني قوي الأخت اللي اتصلت وحطتني في كاتيجوري مع تهاني الجبالي، ده شرف كبير ليا قوي. أنا بحيي من هنا من منبرك ضابط الشرطة رئيس مباحث الأزبكية اللي أنقذ الأستاذ نبيل زكي يوم الجمعة، أنقذه بعد ما تكسرت عربيته وخدوا شدوا من ايديهم. نبيل كان بيتعرض لمحاولة قتل، وهو نبيل اللي فوق السبعين، كان داخل جمعية الشبان المسلمين، كان عنده مؤتمر مع أحمد الفضالي فبحيي الضابط عمرو طلعت اللي أنقذ نبيل زكي، رغم وبقول إن الداخلية فيها ضباط شرفاء يعني كتير شرفاء طبعا. وإحنا أملنا في الضباط دول، وبقول إن الإخوان فيهم شباب مستنير كتير، وأملنا في الشباب دول إنه يفكر بعقله وإنه يشوف اللي منصب له، وإنه يستخدم العقل اللي ربنا اداهوله. وأول كلمة كانت في القرآن اقرأ، بدعوهم إنهم يقرأوا الواقع ويقرأوا التاريخ ويقرأوا الكتب ويقرأوا ما فعلته هذه الجماعة الإرهابية والحزب الإرهابي على مدار التاريخ من قتل وسفك دماء. وخرجت من هذه الجماعة الإرهابية منذ أن تأسست جميع التنظيمات الإرهابية اللي موجودة في مصر وخارج مصر. وكمان بقول لمحمود القاضي ربنا معاك، والعدوان اللي انت تعرضت ليه أكيد هيبقى فيه يعني رد ليه. وبقول لأبوه اللي ظهر مع محمود سعد، بقول له اتقوى، في ناس كتير قوي بقوا زي ابنك، بقى فيه مصابين كتير قوي، كل دول هو جيش الكارهين المواجهين لهذا التنظيم السري الذي استولى على مصر. أنا عايز أقول لك أنا اللي ربت بناتي، أنا عندي ثلاث بنات وولد، اللي ربت بناتي هي طنط ماريا ربنا يرحمها. طنط ماريا دي كانت بالنسبة لي أقرب في سلوكها وفي أفعالها وفي نقائها وفي مساعدتها وخدمتها ليا. طب ما هي دي مصر يا استاذ. من اي حد تاني كويس، لو حصلت لي حاجه كانت طنط ماريا وهي جارتي وعم وديع هم اللي بيلحقوني. ده الطبيعي، مش طبيعي. امي او ابويا كويس الطبيعي. هي دي مصر. هي دي مصر الحقيقيه اللي عمرنا ما قلنا انا مسلم وانت مسيحي، ولا انا سني وانت شيعي كويس. ده المسلمين بيتقسموا على ارضيه
أرضية طائفية وأرضية إرهابية. إن شاء الله. كويس؟ فبقول لحضرتك إن مصر اللي هم عايزينها مش هتيجي، لكن مصر اللي إحنا عايزينها هي اللي هتيجي. مصر ربنا حماها. مصر اللي إحنا عايزينها. كويس؟ مصر اللي ربنا قال لو فتحتوا مصر خدوا من 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 أهلها جند كتير، لأن هم خير أجناد الأرض. وخير أجناد الأرض دول بيتعرضوا النهارده للإطاحة بيهم، وبيتعرضوا النهارده للهدم. مؤسسة القوات المسلحة أيضا عليها الدور، والقضاء بدأ عليه الدور، والأزهر بدأ عليه الدور. هذه جماعة إرهابية وتنظيم إرهابي يستهدف القضاء على مؤسسات الدولة الوطنية اللي بناها محمد علي، ها، وكملها جمال عبد الناصر. كويس؟ هذه الدولة الوطنية لن تنهار. مصر اللي احنا عايزينها، اللي المسيحيين مش هيخرجوا منها، اللي المسيحيين مش هيهاجروا منها ويسيبوها. الإحصائيات ولا مسيحيين ولا مسلمين، ولا مسلمين. بالظبط بالظبط. انا ابني كان عايز يهاجر، لما الثورة قامت قالت لا، دلوقتي بقول لك كويس. حالة النظام الذي لا يأمننا من خوف ولا يطعمنا من جوع، لا 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 شرعية له. قد سقطت شرعية هذا النظام، وسقطت شرعية هذا الرئيس، وإن شاء الله إحنا في حالة مقاومة. طيب. وإن شاء الله مصر هتنتصر. قبل ما أرجع لمدام نيفين، الأستاذ نيفين، لا هرجع لك يا فندم، بس هقول لا 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 بالعكس، والأسئلة يعني ما كاتبها خالص. لا يعني بس يعني بعتذر للسادة المشاهدين على كم المداخلات اللي ما قدرناش ناخده، فسامحونا معلش. دلوقتي أستاذة نيفين كان في كذا مداخلة وسيادتك كتبتيهم، وأنا كاتب برضو عشان نرد على الأسئلة. شوف أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، في إشكالية كبيرة قوي قوي في نفوس الكثيرين. يعني في إشكالية، في ناس مش قادرة تخرج من قصة الفوبيا والأمراض النفسية والأحكام الاستباقية على كل الناس. يعني هو عايش في الوهم الكبير بتاع الجماعة الإرهابية اللي هتكهرب الناس، واللي هتجلد البنات، واللي هتقتل المسيحيين، واللي هتقتل المخالفين، واللي هتسحل مش عارفة إيه. أكننا مش عايشين في يعني في عالم متحضر. العالم ده يعني إحنا تعلمنا وعارفين إن العالم كله قرية واحدة، إن التاريخ بيقول إن تراكم الحضارات والتراكم الإنساني ده شيء بيطلع دايما لقدام، ما بيرجعش لورا. ليه إحنا مش مؤمنين إن إحنا حققنا ثورة وحققنا تغيير، وإن إحنا قادرين إن إحنا نغير أنظمتنا بالآليات السياسية؟ ليه دايما قصة إن أنا لازم هقوم بثورة تانية عشان أصحح الوضع اللي موجود، رغم إن أنا عندي آليات، وآليات محترمة جدا، وآليات موجودة وسلمية في المقام الأول، وهي الآليات السياسية، التباري السياسي. الناس اللي عمالة بتغني على وتتباكى على الأنظمة القديمة، وتتباكى وتقول إن إحنا في فوبيا بقى هيقتلونا وهيهجرونا والكلام ده، يا جماعة مصر اتغيرت، عليكم إن أنتوا تؤمنوا بده. دلوقتي الناس اللي بتطلع طول الوقت تقول آرائها بمنتهى الحرية، الناس اللي بتتكلم بمنتهى الحرية، في حرية موجودة، في حرية تكوين أحزاب. ليه كل الشباب ما يتجهش لتكوين أحزاب وعمل حزبي وعمل مجتمعي، ويمد إيده لبلاده ويعمل تنمية حقيقية، ويعمل جماعات ضغط حقيقية، ونغير الأنظمة، ولكن تغيير سلمي؟ ليه ما نتجهش لده؟ ليه دايما في دماغنا كل الهاجس اللي موجه، واللي بيبقى فيه توجيه ولعب كبير قوي دولي من جوه ومن بره، وبأموال طائفة جدا علشان تعميق الفتن وتعميق الانقسامات وتعميق الاضطرابات، وإن البلاد دي تروح للفوضى اللي ما بعدها فوضى. يعني في مشكلة كبيرة جدا، لازم نتبارى سياسيا بأدوات سياسية على الشباب المسيحي وعلى الشباب المسلم، كلهم يتباروا سياسيا، يدخلوا الأحزاب، يأسسوا لكيانات شرعية وكيانات حزبية، ويتباروا في التواصل مع مجتمعاتهم، ويغيروا بالصندوق. طيب هقول لحضرتك حاجة، الانتخابات في النقابات وانتخابات الطلاب في الجامعات شهدت تراجع كبير جدا للإخوان، وبالفعل لو كل الأحزاب منطقت بس الأمور وضبطت مصطلحاتها شوية واشتغلت سياسة ما اشتغلتش حاجة تانية، هيبقى في تغيير، وتغيير حقيقي. والناس اللي عندها الهواجس
اللي بتاعه اللي عارف الافلام بتاعه الاطفال القديمه، انا هجيب لك الوحش لو مش عارف ايه. الوحش ده مش موجود غير في عقلي وعقلك. مفيش حاجه اسمها جماعه تحكم او نظام فاشي مستبد. احنا في عالم متقدم، عالم متحضر، احنا جزء من عالم كبير، لينا تاريخ انساني عظيم وعريق مفيش حد في الدنيا يقدر يغيره. لازم نؤمن، بس نؤمن احنا بالتغيير وباليات التغيير السلميه يا فندم. لازم نتبارى سلميا وسياسيا. في اشكاليات وفي مشكلات كتيره طبعا، دي مرحله انتقاليه ومرحله صعبه جدا، بس علينا ان احنا بسرعه ان احنا نتعافى منها ونمد ايدينا لبلادنا ونتشارك ونتحاور حوالين مصالح بلادنا، مش ان احنا نهدمها ونقول هنعيد الماتش من تاني علشان الماتش ده ما جابنيش انا، يبقى اقلب الترابيزه ونعمل ثوره جديده. ما ينفعش الكلام ده، باي منطق الكلام ده؟ ده منطق موجه من ثوره مضاده مع فلول نظام قديم مع مصالح دوليه وخارجيه عايزه توقد الثوره بتاعتنا دي علشان توصلنا لحافه الانهيار والحرب الاهليه اللي ما بعدها سلامه ابدا لاي حد ابدا. انا عايزه اقول ان في مشكلات، في مشكلات سولار، في مشكلات حياتيه، بس جزء من المنظومه ومن المشكلات انا وانت ووعينا وتصرفنا. في مشكله تاجر بيزايد على قوت الشعب، تاجر بيروح السوق السوداء بيلم كل شيء ويخزنه علشان يتاجر ويغلي على البني ادمين الضعاف، البني ادمين المقهورين ويزيد. في اشكاليات كبيره جدا، بس مش بس هو النظام اللي مسؤول والخاطئ والمخطئ، كلنا مسؤولين كمان بنسب متفاوته. انا بس يعني عشان ضيق الوقت، ضيق الوقت عندي انا بس. لا يا فندم بالعكس، ده انا عايز سيادتك في عجاله نكمل الاسئله اللي طرحت واحنا ما جاوبناهاش. في سؤال بيقول لي اين الضمير في الاتحاديه؟ ده كان من الاستاذ ناجي. الضمير في الاتحاديه طلعنا وادنا العنف وبندين العنف الموجه ضد اي فصيل واي حد في المجتمع. العنف يا سيدي لا يعرف للوطن قيمه ولا قدسيه لاي شيء. العنف لا يفرق بين مسجد وبين كنيسه. العنف الموجه ضد الكاتدرائية هو ذاته العنف اللي توجه للجامع بتاع القائد إبراهيم في إسكندرية. العنف لا يقدس عقيدة ولا يقدس دور عبادة. العنف واحد. العنف الموجه ضد المسلم هو الموجه ضد القبطي. العنف واحد. علينا ان احنا ندين ده وأدلنا ده صراحة. احنا خطوطنا واحدة ومعاييرنا واحدة وثوابتنا واحدة وصوت ضميرنا واحد. يعني احنا مش بنيجي نقول ده صح عشان ده لصالح مين ولا لا. في معايير ثابته بتحكمنا. المبادئ اللي حكيت لحضرتك عنها هي المبادئ السياسيه الحاكمه، مبادئ موجوده كده ربنا خلقنا بيها بالفطره، هي دي مبادئ الضمير اللي احنا بنحكي بيه. العنف ضد اخواني مرفوض، العنف ضد يساري مرفوض، العنف ضد علماني مرفوض، ضد ليبرالي مرفوض، اي عقل، العنف ضد اي شيء مرفوض، سفك دماء المصريين مرفوض ايا كانوا ايا كانوا. هو ده الفرق، ان احنا ما بنشيطنش الاخر، لا نقصي الاخر ايا كان، لا نقصيه ايا كان هو مين، وما عندناش الشبح اللي في عقلنا المسيطر علينا وعامل لنا فوبيا وامراض نفسيه، ما عندناش ده. احنا نؤمن بالتغيير وبالاليات السلميه للتغيير وبالتباري السياسي أكيد. وبالاحزاب وبفاعليه المجتمع، هو ده سلاحنا. واكيد احنا بنتفق مع سيادتك في ان كلنا بننبذ العنف وبندينه وبنعلي قيمة الحوار والتنافس السياسي الشريف، هو ده. طيب أنا هرجع أستاذة نور في دقيقة واحدة، رسالة سيادتك هتوجهيها عشان نختم. أيوه. هتوجهيها لمين؟ هتقولي فيها إيه؟ رسالة هوجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى رسالة إلى المرأة المصرية، لا تتركي الثورة، لا تتركي الميدان، لا تخافي مما فعله بك الميليشيا والداخلية. رسالة إلى الشعب المصري، أنت في حالة مقاومة، أنت بتقاوم الاحتلال، والاحتلال يعني المقاومة. لا تبتئس أبدا ولا تحزن، أنت الأعلى. رسالة لمن كانوا معنا في الجمعية الوطنية للتغيير، الشخصيات الإخوانية، أصحاب الابتسامات الصفراء الذين انخدعنا فيهم، انكشفتم على حقيقتكم. ليس لنا، أنا كنت متوجسة منهم من زمان
عمري ما كنت صديقة ليهم لكن للشعب المصري كله. رسالة أخيرة لواحد من أكرم الناس وأشرف الناس، بوجهها له للسفير المحترم إبراهيم يسري. عايز أقول له إن إحنا عرفناك مقاتلاً شرساً في قضية تصدير الغاز وفي قضية إخراج الحرس من الجامعة، وعرفناك في صفوف المعارضة الوطنية. لم نعرفك أبداً ممن ينتظرون على سلم الخدم، ولم نعرفك أبداً إلا قائداً وكريماً ومبجلاً. رسالة إليك أيها السفير الشريف، أرجو أن تحسن خاتمتك وتبتعد عن هذا المنزلق الذي انزلقت إليه، وتبتعد عمن يستخدمون اسمك وصورتك كلافتة لتطهير أيديهم الملوثة وتطهير حاجاتهم التي ينتظرون فيها على كل السلالم، سلالم الخدم، مع احترامي الشديد للخدم. طيب استاذه نيفين، لو سيادتك حابه توجه رساله. انا بقول للناس كلها انهم يطمئنوا. الهاجس الكبير اللي طول الوقت مسلط عليهم علشان يوقد فيهم الامل وبالتغيير، بقول لهم بلدنا اتغيرت، احنا نلنا الحريه، ابتدينا واحنا لسه في بدايات طريق طويل، احنا تعبنا وكلنا تعبنا جدا، لكن بينتظرنا امل، بينتظرنا مصر الشمعه اللي زي ما قال هيرودوت عليها، الشمعه دي اللي موجوده في قاع النيل، علشان متى اظلم العالم تخرج الشمعه من جديد لتضيء الانسانيه. خليكم واثقين في ده، مصر فجر الضمير، مصر شمعه الانسانيه. وأنا هختم بنفس كلمات الأستاذة نيفين، إن مصر اتغيرت ومش هترجع تاني لورا، وإن بكرة هيكون أحلى كتير من النهاردة. وبرغم الاختلاف بين قطبي الحوار، إلا أني أنا شخصيا استمتعت بقامتين سياسيتين، استمتعنا بالرأي والرأي الآخر. ففي نهاية طبعا لقائي لا يسعني سوى أن أشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة نور الهدى زكي، عضو بحركة مصريات مع التغيير وعضو مؤسس بحزب الدستور، شرفتي نورتي يا فندم. كما أشكر أيضا الأستاذة الفاضلة نيفين ملك، المحامية وأمين المرأة بحزب الوسط قطاع شمال القاهرة ومقرر لجنة المواطنة وحقوق الإنسان بالحزب. ألف شكر ليكي، شرفتينا نورتينا. أخيرا مشاهدينا، بننوه بس أن بكرة إن شاء الله بتكون آخر حلقة قبل ما بناخد أجازة، وهتكون مفاجأة في لقاء ساخن جدا من لقاءات، وهيكون متميز طبعا جدا من لقاءات نبض مصر. انتظروا مفاجأتنا بكرة إن شاء الله مع نبض مصر. أعزائي المشاهدين، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم نبض مصر. بشكركم لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعايه